باقتصاد اليوم مثل ما تعودنا اسبوعيا تكون معنا محاسن مرسل صحفيه متخصصه بالشان الاقتصادي. صباح الخير محاسن. صباح الخير زينة، كيفك؟ منيحه، مشتقت لك. وانت؟ وانا كمان. اليوم محاسن انت معي لنحكي عن تداعيات تخفيض سعر الصرف الليره من 1500 ل 15000. هلا انا قريت التايتل وقلت لها ميراي في شيء غلط. قالت لي لا، هيدي اللغه الاقتصاديه هيك بيقولوا. صح، بس لنفسر للمشاهدين لانه بتخيل كلهم رح يفكروا مثلي. صحيح، اول شيء يسعد صباحك وصباح المشاهدين، وكمان بوجه تحيه لميراي على طول ودائما. هلا اللي نحن بدنا نعرفه انه كل ما زادت كميات النقد المحلي مقابل سعر صرف عمله اجنبيه، معناتها هذا الامر ادى الى تخفيض قيمتها. يعني انت لما تقولي 1500 مقابل الدولار غير ما تقولي 15000 مقابل الدولار. كل ما زدتي كميه النقد مقابل سعر الصرف بتكوني خفضتي من قيمه العمله، ما زدتي قيمتها مقابل العملات الاخرى. لهيك الناس صارت يعني المتعارف عليه صار اكثر تداولا بيقولوا زاد سعر الصرف. صح. ومش مبدا انه زاد سعر الصرف، هو عمليا انخفضت قيمه الليره اكثر. هي لا يعني بس هي حتى لنوضحها صح، يعني هو بتزيد السعر، يعني بنحسه انه صار اكثر عم بزيد ل 15000، بس هي بالحقيقه عم تنخفض قيمه الليره. عم تنخفض قيمتها. صح 100%. يعني كانت 1005 بعدين صارت 15000، نقول زاد سعر صرف الدولار، لا هو انخفضت قيمه الليره يعني اذا صح التعبير. ولكن خلينا ماشيين مثل ما بيقولوا انه زاد سعر الصرف او انخفض سعر الصرف او كل هيدي القصص. هول معودين عليهم صرنا. ايه اكزاكتلي، هودي يعني التعبير اليومي، خبزنا اليومي اللي صار. هلا اليوم نحن بدنا نعرف انه ما فينا نحن نجي بانطلاقا من قانون النقد والتصنيف يلي هو بينظم كل ما له علاقه بالشؤون النقديه والمصرفيه، وحتى يعني بينظم عمليه اداره مصرف لبنان، تركيبه مصرف لبنان والشؤون والمهام الملقاة على عاتق مصرف لبنان. ولكن بحسب قانون النقد والتسليف ما بحق له لحاكم مصرف لبنان يجي هو يقول انه انا بدي غير هالقد سعر الصرف من هالقد لهالقد. اصلا بقانون النقد والتسليف الماده 2 منه والماده 229 يدور النقاش على نقطة أساسية هي تسعير أو ربط سعر الليرة اللبنانية بالذهب الخالص، ودائما كانوا يعتمدوا الذهب يعني قبل ما يتم إلغاء العمل بهذا أو تحويله لربط العملات بعملات قوية مثل الدولار واليورو وغيرها، كانوا يعتمدوا على الذهب لتقدير قيمة العملات بمعظم الدول لأنه عنده استقرار ومعدن نفيس وبسموه الملاذ الآمن دائما لأي مشاكل. الناس دائما بتتحوط بتركض بتشتري ذهب لتحافظ على مصرياتها. لذلك تسعير النقد اللبناني أو رابط سعر صرف الليرة اللبناني هو بالأساس كان بالذهب، ولكن سنة 1997 في قرار صدر من حاكم مصرف لبنان، كان لازم جيب رقم القرار مرتجين الله راد نجيبه اكيد وقتها، لانه كانوا بلشوا يداول الرول اقتصاد. يعني بتعرفي وقتها كنا عم نطلع نحن عم نتجه لمرحله تثبيت سعر الصرف، لانه تثبيت سعر الصرف هو شيء منيح لانه بيؤدي الى استقطاب التدفقات الماليه، الى استقطاب الاستثمارات لثقه اكبر. يعني 100% صح. وقتها اعتمدوا هذا الامر انه ثبتوا سعر صرف الليره اللبنانيه على 1507 تقريبا، يعني او بسقف اعلى هو 1512 او 1511. ولكن اذا بدي ارجع انا للقواعد القانونيه شو بتقول انه على اساس هي 0.88، يعني اكثر في 88 شيء ورا الصفر، مقابل يعني كل ليرة لبنانية بتعادل 0.888 شي من الذهب الخالص أو السعر الحقيقي للذهب بالسوق أو السعر الانتقالي الحقيقي حسب السوق. يعني دائما نرجع نحن حسب السوق، ليس السوق يعني العرض والطلب. نعم.
قيمة الشيء تحدد حسب العرض والطلب. أنا ما في إجي يعني الغلط اللي ارتكبته واللي كلفني تقريبا، عم نحكي عن فجوة مالية إذا بأفضل الأحوال 73 مليار دولار، ولكن هي عمليا اليوم توصل ل 100 مليار دولار، لأنه معظم التوظيفات الاختيارية من قبل مصرف لبنان هي بتوصل لهذا الحجم، وهي اليوم ما بقي منها إلا تقريبا 9 مليار و700 مليون دولار. أنا ما في إجي اليوم أقول دون أي أساس علمي بصرف النظر عن المخالفة القانونية يقول أنه أنا بدي سعر دولار جمركي للدولة لا تجبي فيه الضرائب والرسوم على 15 ألف ليرة لبنانية بدل 1500 ليرة لبنانية. أولاً هذا الأمر ما له أي قيمة اقتصادية أو مالية أو نقدية. ثاني شيء عندك مخالفة قانونية. ثالث شيء وهي الأهم إذا بدي أسلم معك جدلاً على المخالفات اللي عم يعملوها، هي تعزيز مبدأ تعددية سعر الصرف. اليوم أنت أحد المشاكل الأساسية يلي دمرت لك القدرة الشرائية تبعك هي تعددية سعر الصرف. صح، أنه ما في سعر ثابت يعني 100%. 1005 يلي على أساسه بعدهم عم يجبوا القروض المصرفية، ويلي على أساسه أيضا اليوم المصارف يعني بتقول إنه المودعين بدهم مني مصاري بتحسب مصرياتهم بالدولار على 1005. إذا بدها تحسب على 15000 أو 23000 أو 12000 أو 39000 يلي هو هلأ دولار السوق، ببين عنا فجوة مالية كتير كبير، يعني بيبين عندك بالفعل حجم الكارثة يلي عم بيعاني منها القطاع المصرفي في لبنان، وبيبين عندك قد ايه انت اليوم في مصارف هي مقفلسة بحكم المقفلسة، وبيبين عندك انت قديش بضرورة لإعادة هيكلة، وبيبين عندك قديش انت مطلوبات هي تقع على عاتق أصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة. لهون لمن ليه هن كانوا عم يوقفوا حجر عسرة ما يعدلوا سعر الصرف، هيدي أحد أبرز الأسباب الموجبة. إذا بدي أرجع أنا لقضية أنه الدولة عم تقول اليوم أنه أنا بحاجة لإيرادات، بحاجة لأعتبر الدولار الجمركي 15000 بدل 1500. بطبيعة الأحوال التجار سبقوا الدولة اللبنانية على موضوع التسعير على الدولار الجمركي، هي قالت 15000 هتاخدوا منهم، هني لا كانوا عم يخدوه بالدولار الفريش من المواطن اللبناني، وكانوا عم بيقولوا اليوم أنه أي تعديل بالرسوم الجمركية هيؤدي إلى زيادة الأسعار بين 20 و30%. اللي صار زينا وأنا وياك يعني منروح نشتري أغراض من السوق، كل العالم لاحظت قديه صار في قفزات بالأسعار، لاحظت قديه زاد يعني زدنا نحن الاستيراد تقريبا لحزيران كان فوق 10 مليار دولار. ليه؟ لأنه عم يشتروا ويخزنوا، عم يستفيدوا من الدولار 1005 لبكرة يبيعوني أنا وياكي مش على 15000 الدولار الجمركي، لا هن دايما بيضربوه باثنين وثلاثة كرم أخلاق منه. كتر خيره عن جد يعني. صح. فما عارفين نحن لليوم ما عارفين شو هي 600 سلعة اللي بس حيطالة هيدا الشيء، لأنه هني بيقولوا بس في 600 سلعة حتنطال. أنا عم بحكي هون عن السلع والخدمات، بس هو بالواقع رح يصير الشيء مختلف كليا محسن، يعني رح يستفيدوا من هيدي الشغلة، لأن نحن ما بنعرف شو هني هول 600 شغلة، رح يصير كل حدا يقول أنه لا ما هيدي ضمن اللي يعني التعلية السعر. صح 100%. صح. بعدين الضرائب اليوم في عندنا مشكل زينا، أنت أي تعديل ضريبي أوكي عندها صلاحية أنه إصدار مراسيم تشريعية الحكومة، وكان عندك أول مجلس أعلى للجمارك، أنت لهون تعجلي بحركة التشريعات وتشبي أكثر للدولة وتحافظي على المال العام، ولكن اليوم يعني هيك تغير ضريبي ما فيك أنت تجي تدرجي بقلب بند بقانون موازنة شامل، لا أنت مفروض يكون عندك تشريع خاص صادر عن مجلس النواب بشكل علني وصريح بيقول أنه الضرائب ستجبى على هذا السعر كذا كذا كذا، الرسوم ستجبى على كذا كذا، مش أنا بقول والله التخمين العقاري قيمة التأجيرية، لأنه أنت بتعرف كل العقود في لبنان هي مقومة يعني تحتسب على أساس الدولار، أنت بس تعملي عقد أجار ببيتك ما بتعملي بالليرة اللبنانية، بتعملي بالدولار، صح ولا لا؟ صح. فبالتالي هن بكرة الضرائب والرسوم على هيدا العقد بدها تكون تحسب على 15000 ليرة لبنانية مثلا قيمة تأجيرية، انت لنقول بخمنوا البيت مثلا، بتجي البلدية بتخمن انه هيدا البيت حقه هالقد، بيطلع عليه قيمة تأجيرية بالسنة هالقد، يعني لنقول جايبتي 150000 دولار مشتري شقة، بيحسبوا انه قيمتها التأجيرية السنوية 1500 دولار،
ال 1500 دولار هالمره اذا بدهم يسكرون للبلديه ما بسكرون على 1500 دولار آه. بسكرون على 15 يعني على ال 1005 بسكرون على 15000. طب ما هيدي بحد ذاتها كمان ما عم بتعزز ايرادات الدوله، لانه الدولار هلا الدولار 39.40 ألف. اذا انا بدي اقول الدوله بدها تحافظ على انه على على مدخولها، ما بتحافظ على مدخولها انه تقص دولار يعني على على ذوقها. ما اذا بدي انا احافظ على مدخولي بدي اعمله مثله مثل سعر صرف السوق، يعني مثل سعر السوق. لذلك نحن اليوم بعدنا عم ندور بحلقه مفرغه ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة في ظل غياب أي رقابة وفي ظل غياب تصحيح للرواتب والأجور. بالعادة زينا سوري عم بحكي بسرعة بس عم جرب حط كل المعلومات. لا بالعكس تافي، لأنه هيدا الموضوع كتير مهم وكتار من الناس يمكن ما بيعرفوا قديه هو مضر، يعني لأنه دايما عنا بلبنان بيعطوا المبررات اللي هن عبالهم يعطوها لهيدا القرار من دون ما الناس عن جد تفهم قديه هو رح يكون مشحف بحق المواطنين وأصحاب الشركات وكل الناس. صح. هلا ليك حقلك شغله، نحن المشكله الاساسيه اليوم انه كلها هذه عم تكون حلول ترقيعيه دون اي خطه اقتصاديه انقاذيه ماليه نقديه صحيحه. بس تقولي ترقيع يعني انت ما حليت المشكله، بالعكس يعني فقمتيها. عندك شقفه قطعه قماش مخزوقه، جبتي شقفة خيطتيها عليها، درستيها عليها، ما صححتيها، إذا بتلاقي أنت بتصير تعمل عندك بامب واحدة اثنين ثلاثة أربعة، بتلاقي عم بيكبر هيدا الشيء وبعدك أنت بذات الأزمة إنه هيدي الشغلة مخزوقة. هلا مين عم يتحمل تداعيات هذا النفخ؟ هذا بيسمى نفخ بالأزمة مش حل بالأزمة، المواطن اللبناني. لما أنت تجي تعمل إعادة هيكلة للدين العام لتعرف الدولة بالفعل شو لازم تدفع خدمة دين عام أو شو بعد عليها ديون، هيدي من ناحية. من ناحية تانية لما أنت تعتمدي سعر صرف عائم وموحد، ساعتها أنت بتعرفي أنه أنا هالقد بدي أدفع بالشهر وهالقد دخلي بالشهر وهالقد إمكانياتي بالشهر. إذا أنت هون ما في إجراء ما في صعوبة، بس في فرق انه انا لما نفاقم لالاقي حل، في فرق لما نبلش بالحل. هن بلشوا بالحلول الغلط وتركوا الازمه مثل ما هي وتركوا الازمه تغرق اكثر. نحن ما عم نقول انه الدوله لازم تضل على 1005، لا، الدوله لازم تعمل تصحيح ولازم تقبض مثل ما التاجر عم يقبض مني. التاجر يدفع ضرائب ورسوم بصرف النظر عن التهرب الضريبي، لأن اليوم نحن عنا كمان حيزيد التهرب الضريبي، حيزيد التهرب الجمركي. ليه؟ لأنه أنا وإنت بنعرف أنه قديش في كونتينرز تمرق بالمرفأ بدون ما تتفتش. صح صح. قديش في كونتينرز يعني يا تسجل بالي يا تسجل لجمعيات، لأنه أنت بتعرف الجمعيات عندها إعفاءات جمركية. البالات التياب أو بلات الواتفر يعني اللي في قولي يعني كلنا بنعرف محاسن باختصار قد ايه اللبناني عنده صحيح. طرق احتيال يعني بيقدر يطلع صح. من هيدا الشيء بكل بساطه 100% صح. فكل ما يسوق اليوم بانه لمصلحه الدوله هو للاسف اليوم كل الحلول عم بتكون على صالح المواطن. التجار وانا بقول هيدي يعني مسؤوله عنا، بتشيلي منهم شيء 3% 4% بخافوا الله صراحه، لانه اليوم نحن بحاجه للشق الانساني والشق الاخلاقي، لانه ما في رقابه تعولي عليها وتقولي حيتحاسب. مره توقف تذكر وقت قضية الحليب تبع الأطفال، نعم، كانت الناس نعم، عم تشحد هيدي علبة حليب، توقف صاحب المخزن، قامت الدنيا وما قعدت لحتى طلع. طيب انه هيدي حليب اطفال يعني مش عم على الاسف محاسن يعني هيدا الوضع اللي نحن صرنا عايشينه، ان كان بحليب الاطفال ان كان بالادويه كمان اللي وقتها تخزنت وعايشين هيدا بهيدي الدويره، اذا فينا نقول بتروح بترجع بتجي على ذات النقطه، بنرجع على نقطه الصفر، وهيدا كله بظل غياب اي خطه عن جد حقيقيه لنطلع من الازمه اللي نحن فيها. يعني مثل ما قلتي عم بيلاقوا هيك مثل حلول مؤقته وترقيع فوق ترقيع، وهيدا الشيء طبعا انه ما رح بحياته يكون عن جد عم يبني نظام اقتصادي مالي صح. انا بدي اتشكرك كثير محسن مرسل، وانبسطت انه اليوم كنت انا وياك سوا، ان شاء الله برجع بشوفك بحلقات لاحقه. شكرا كثير لك.